حوايج كنا نحسو لهم كي كنا صغار، كنا نفرحوا بالعيد صح، نفرحوا به والحنه هذه وهاد العفاس هادو وكاع التقاليد هادو كنا نفرحوا بهم. مي دوكا واحد كي راه ني كبير شحال عيا ويتفكر، شحال عيا يتفكر في العيد. نخلوها للصغار بصح انا واش هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك في العيد البسوا الجديد. انا نشري قميص اماراتي ولا دفه ولا كويتي ونعيد به، ومن بعد الصيف ابري ان شاء الله تبان اشكو تشري كسواس. ايه بيان سور طافي نورمال، نحب نعيد مارغري يكون في عمري 100 سنه، نحب نعيد بالدراري مادا بيا دائما نحب نعيد طافي نورمال. هذه حاجه يعني مفروعه عليها يعني كاش من العاده، ميم كنت كيون صغير نحس روحي توجور دائما مازال صغير حتى جوسكا لا فان دي موند كي نموت خلاص. كي يكونوا دراهم وعلاه لا، كي ما يكونش مادا بيا بنادم باش يفرح. كما العيد عند عيد فرح وعيد هو جزاء تاع الله عز وجل، ماذا به بنادم يحس بلي ماذا به يتمنى ربي يغفر له يكون باللباس بالقميص جديد ولا بحاجه مليحه. هذه هي نشري والله نشري كل عام نشري ويجيبوا لي الدراري الحمد لله. والله واش قلتي لهم شرو يشرو لك؟ ما نقولش بصح اللي جابوا لي نفرح به، والحاجه اللي نحب نشريها انا بيديا لوغو تاعي، وكي يجيبوا لي دي كادو نفرح بهم باللي كاين، ويعرفوا لوغو تاعي ويجيبوه لي شباب. بيان سور بيان سور، مازالني توجور نحب نشري تكسوة تاع العيد، والعيد نعيدو، هذه هي حاجة جديدة علينا، تدخل علينا حاجة جديدة في العيد لازم نشرو، مازالنا في عوايدنا.